جيت النهارده ولقيت نفسي متاخر على الدرس، فاتصدمت وقمت لبست، واول ما وصلت لقيت المدرس بيقول لي ان في امتحان، فما صدقتش نفسي وتعصبت عشان هو ما قاليش. بعد كده قررت ان اعصبه، فنمت في الحصه وفضلت العب، ده انا حتى فضلت ارقص. فمره واحده قال لي انا هروح اشم شويه هوا، فاستغربت شويه ولقيته اتاخر، فروحت اشوفه وسمعت صوت اسعاف، فاول ما بصيت من البلكونه كل ده عشان عصبته. كنت قاعد اذاكر عشان عندي امتحان بكره، ولو سقطت ابويا هينفخني، بس انا تعبت، فجت لي فكره انام واصحابي للامتحان بساعتين عشان اذاكر فيهم. فدخلت وظبطت المنبه ونمت وصحيت في الميعاد وذاكرت وفهمت كل حاجه وكنت بحل اي سؤال، وكنت خلاص مستعد ان انا اخش الامتحان. وبعد كده ايه ده، الساعه كام؟ الامتحان عدى عليا، ده انا كنت بحلم.